global que nos exige una respuesta. And we've tried to participate strongly in these meetings to bring about a global answer. Our interior minister met with the French interior minister to try to improve. وزير الداخلية الإسباني نظيره الفرنسي لكي نتبع آليات لمكافحة الإرهاب. وقد طلبت من الرئيس الفرنسي وسوف أفعل ذلك أيضا في اللقاء القادم. إيطاليا وفرنسا وإسبانيا سوف تعقدان اجتماعا لكي نحسن من هذه الوسائل المتبعة ضمن الاتحاد الأوروبي. لقد أدخلنا وسائل إضافية لمكافحة الإرهاب منذ وقت ليس ببعيد. Directiva PNR sobre registro de pasajeros y prevención. Have been experts looking at how people come in and leave countries, looking at registration. حاولوا النظر في كيفية دخول المسافرين وخروجهم. وإسبانيا عكفت على تطبيق هذه الأدوات وهذه الآليات من خلال مبادرات مختلفة. وهنالك أيضا مبادرة تعنى ب حقوق الضحايا. حاولنا أن نطبق جميع هذه الآليات وبذلنا هذه الجهود تحت مظلة الاتحادية الأوروبي. لقد عانينا من ألم عميق منذ الأيام الماضية. وإسبانيا تمتعت برباطة الجأش وصمدت في وجه تلك الاعتداءات. خلية الإرهاب قد فككت ونحتاج إلى أن تعود المياه إلى مجاريها في مجتمعنا كما كانت في السابق. نريد أن نوضح جميع التفاصيل التي أحاطت بخلية الإرهاب ونتائج التي تمخضت عن التحقيقات لكي نحسن من استجابتنا لما يمكن أن يحصل في المستقبل من اعتداءات محتملة. كما قلت في اليوم الخميس، نحن متحدون في ألمنا ونحن متحدون أيضا في محاولتنا للانتصار على هذه الآفة و تذليل هذا التحدي وتحية هذا التهديد. أريد أن أطلب من الجميع للاشتراك في الفعالية التي ستحصل في برشلونة غدا، وجلالة الملك سوف يرسل رسالة وحدة وحب لبرشلونة. Las Ramblas will be what Lorca defined as the most joyful street. Las Prandas, Lorca تحدث عن ذلك الميدان، عن ذلك النهج، وتحدث عنه بشغف وقال هذا هو الشارع الوحيد في العالم الذي لا أريد له أن ينتهي. هكذا وصفه لوركا. شكرا لكم. Some heartfelt words there about what Spain went through in the days following the terror attacks in Barcelona and Cambrils and pledging unity not only within Spain but also across the European Union in the fight against terrorism. It's just taking a couple of questions now. Me gustaría saber cuál es la posición del gobierno y hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno en esa integración. Y por otro lado nos ha relatado usted todo asked about Europol
ماذا عن يوروبول؟ وهل تهتم الحكومة الإسبانية في توسيع سلطة مقاطعة كاتالونيا لكي تكافح الإرهاب؟ شكرا. الصحفية قالت أن هناك ثمة انتقاد وجه لاستجابة الحكومة المركزية. يقول رخوي في اليوم الذي حصل فيه الاعتداء ذهبت إلى عين المكان مع الوزراء. وفي اليوم التالي توجه مسؤولون آخرون، ولكن لكل الحق في التعبير عن رأيه، ونحن لنا أيضا رأي يمكن أن نعبر عنه. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فهنالك منظومة تتبع، وهنالك معلومات نشاطرها فيما بيننا، وفي كل بلد ثمة مكتب وطني. لدينا الحرس المدني في إسبانيا، ولدينا الشرطة الخاصة، ولدينا الشرطة الوطنية، ولدينا الشرطة الإقليمية أيضا. أعتقد أنه لا يتعين علينا أن نتحدث عن أمور كهذه على الملأ. التأم الاجتماع وسنحاول أن ننشر المعلومات التي تمخضت عن الاجتماع على الملأ، وهذا ما نحاول أن نقوم به دائما وأبدا، وهذا هو دأبنا. Just taking another question now from one of the Spanish journalists. A la obligatoriedad de tener un registro de imanes. Gracias. Bien, vamos a ver. Yo lo que creo es que. الإجابة تقول كالتالي. بعد السؤال للصحفي عن تسجيل الأئمة في إسبانيا بعد مزاعم تحدثت عن تشدد الإمام الذي انخرط في ذلك الاعتداء، والحكومة الإسبانية تحاول أن تحسن جميع الوسائل التي يمكن أن نستغلها لنكافح الإرهاب. سوف نقوم بهذا هنا في بلادنا وفي أوروبا. هناك الكثير من القرارات اتخذت في أوروبا ضد الإرهاب، ويجب علينا أن نحسن منها. سننهي هذا المؤتمر الصحفي الآن، ولكن السيد مارخوي كان يتحدث عن الفترة التي عقبت الاعتداء الذي عصف بكاتالونيا، وما أرادت برشلونة ومدريد وأوروبا أن تقوم به تباعا. Cuáles son las conclusiones y vamos a ver qué decisiones corresponde tomar en el futuro con el único objetivo ser más eficaces y de evitar que estos acontecimientos se vuelvan a producir. Pero insisto, tomar decisiones en caliente es algo que no conduce a nada. Adelante. Buenos días, presidente. Ana y Gracia, del diario El Español. El rey don Felipe ha dado un paso inédito en España. Por primera vez, un monarca en activo va a ir a una manifestación detrás de una pancarta contra el terrorismo. ¿Cómo valora el gobierno este paso, que un jefe del Estado se manifieste como un manifestante más? Gracias. Pues lo valoro muy positivamente y lo he apoyado. El jefe del Estado representa a todos los españoles que no pueden asistir en esa manifestación y va a expresar allí
su cariño al pueblo de Barcelona, del Cambrils, a los ciudadanos de Cataluña, a todas las víctimas del terrorismo y, desde luego, su repulsa clara en la lucha contra el terrorismo. Por tanto, considero enormemente positivo su presencia en esa manifestación de mañana y espero, como he señalado antes, que haya muchos españoles que sigan el ejemplo del jefe del Estado y estén allí también. Adelante. Gracias, presidente. Solo por aclarar, en su relato ha dicho primero que se había desarticulado en menos de 100 horas totalmente el comando y más adelante ha dicho que está prácticamente desarticulado. No sé si tiene importancia esto o no. Y en segundo lugar, sobre la presencia que desde algunos sectores se le reprocha al gobierno haber tenido poca, quizá más que la presencia...